السلام عليكم ورحمة الله. عدد جديد من فقرة جورنال فير وآخر الأخبار الرجوية لهذا اليوم. نبدأ عدد اليوم جورنال فير بخبر عنوانه مكونات الرجاء تجري فحوصات كورونا والفريق توجه ليلا صوب الرباط لملاقاة المغرب التطواني. وقامت مكونات فريق الرجاء الرياضي بإجراء فحوصات طبية خاصة بالكشف على فيروس كورونا استعدادا لمواجهة المغرب التطواني برسم جولة 12 من البطولة الوطنية. وخضعت مكونات النسور الخضر للتحاليل الطبية قبل الحصة التدريبية اللي تبرمجات مساء أمس الخميس في ملعب الوزيز مدينة الدار البيضاء، وشدت بعثة الفريق الأخضر الرحال صوب العاصمة الرباط ليلة الأمس، وهي الآن كتواجد أحد الفنادق القريبة من مركب الأمير مولاي عبد الله بالرباط اللي غيحتضن اللقاء اليوم. يشار أن الفريق الأخضر كيحتل المركز الثاني في سلم ترتيب البطولة الوطنية برصيد 19 نقطة مناصفة مع فريق الجيش الملكي وعلى بعد 6 نقاط من الصدارة. الإنارة تحرم الرجاء الرياضي من تدريبه الليلية، وتعذر على الطاقم التقني لفريق الرجاء الرياضي برمجة حصة تدريبية ليلية للاعبين استعدادا لمواجهة فريق المغرب التطواني مساء اليوم، وتسبب ضعف الإنارة في ملعب الوزيس دون إجراء الفريق الأول تدريب ليلية بهدف الاستئناس بالأجواء قبل مواجهة فريق المغرب التطواني المقرر إجراء اليوم الجمعة بمركب الأمير مولاي عبد الله بالرباط. واكتفى فريق الرجاء الرياضي بحصة تدريبية أخيرة قبل الإفطار أمس الخميس استعدادا للمواجهة المرتقبة ضد الفريق التطواني، علما أنها غتكون أول مباراة للمدرب التونسي الجديد لسعد جردة الشابي. مواجهة خاصة تنتظر جبرون أمام الرجاء، ويواجه فريق المغرب التطواني اليوم الجمعة فريق الرجاء الرياضي برسم مباراة الجولة 12 من البطولة الوطنية. وكتميز هذه المواجهة بطابع خاص بالنسبة لأنس جبرون اللاعب السابق للنادي الأخضر اللي حمل قميص في وقت سابق قبل عودته للفريق الأم، إذ غتكون هذه المواجهة فرصة لأنس جبرون لإظهار الإمكانيات اللي كيتوفر عليها والمساهمة في تحقيق نتيجة إيجابية بعدما ما حضرش بفرصة الكافية مع الرجاء. وكيبصم جبرون على مستويات مميزة رفقة نادي الجديد، علما أنه تعاقد مع فريقه الأم بصيغة انتقال حر بعد ما لجأ الجامعة لفسخ العقد اللي كيربطو بالرجاء الرياضي اللي ضم اللاعب بمبلغ مهم صيف 2018، بحيث كان عقده غينتهي مع النادي الأخضر سنة 2022. وكان تألق جبرون مع المغرب التطواني زاد من متاعب الإطار الوطني جمال السلامي مع أنصار الرجاء اللي ما تقبلوش رحيله على الفريق بسبب بعض الخلافات، بحيث عبرت مجموعة من جماهير القلعة الخضراء على تذمرها من إدارة النادي، ووضحت أن جبرون ما حضرش بفرصة كافية بحال باقي زملائه مع جمال السلامي. المغرب التطواني يستعيد مهاجمه التنزاني شيلوندا قبل مواجهة الرجاء، والشكوك تحوم حول مشاركة الثنائي الميموني والعشير. وفعلا خصم الرجاء اليوم استعاد فريق المغرب التطواني خدمات مهاجمه التنزاني شعبان شيلوندا قبل مواجهة الرجاء الرياضي اليوم، وشارك المهاجم التنزاني بشكل طبيعي في تدريب جماعي لفريق الحمامة البيضاء بعد تعافيه بشكل تام من الإصابة اللي كان تعرض لها وبعدته عن المباريات الأخيرة للكتيبة التطوانية. وفي سياق متصل كتحوم الشكوك حول مشاركة الثنائي نصال الميموني ومحسن العشير بعد ما اكتفوا بحصة انفرادية بعيدا عن المجموعة في ظل عدم تعافيهم بشكل تام من الإصابة. يشال أن مباراة الرجاء الرياضي والمغرب التطواني غتقام اليوم على الساعة 10 مساء على أرضية المركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط. سائق خاص من الرجاء لمدربي لسعد جردة الشابي. وفي تفاصيل الخبر وضع فريق الرجاء الرياضي سائق خاص رهن إشارة مدربه الجديد لسعد جردة الشابي باش يرافقه في تنقلاته في مدينة الدار البيضاء، على اعتبار أن المدرب التونسي ما سبقش ليه مدرب في المغرب وما كيعرفش الطرق المؤدية لملعب الوزيس، وكيبحث الرجاء حاليا مدربه على مقر سكن جديد للاستقرار به بدلا من العيش في إحدى فنادق الدار البيضاء، إذ غيكون الأمر مكلف بالنسبة لخزينة الفريق. وصبح جردة الشابي مؤهل قيادة الرجاء منذ كتحتيات الفريق، إذ حصل على رخصة رسمية من الجامعة الملكية للحضور في المباريات الرسمية للنسور الخضر. عبد الكريم نزير المدرب الجديد للرجاء لا يتوفر على عصا سحرية، وكنت أفضل بقاء السلامي. ووضح عبد الكريم نزير اللاعب السابق لفريق الرجاء الرياضي أن المدرب الجديد لسعد جردة الشابي ما غيتأقلمش سريعا مع أجواء الفريق اللي كيمر من ظرفية صعبة. وقال نزير في تصريح خصبي برنامج الشوط الثالث على إذاعة أم أف إم كيستوجب على كل فعاليات النادي الأخضر من جمهور لاعبين طاقم تقني وإداري تقديم يد المساعدة للمدرب الشابي من أجل التعرف والتأقلم مع الأجواء. وضاف المتحدث نفسه أنه كان كيفضل استمرار جمال السلامي على رأس العريضة التقنية النسور بفضل معرفته الجيدة للاعبين، غير أن الظروف ما ساعدتوش في ذلك. وقال نزير بالحرف رغم صعوبة المأمورية للمدرب الجديد فخاص جميع المكونات يمدوا بالقليل من الوقت لكونه ما كيتوفرش العصا سحرية. وفي سياق متصل أكد نزير أن مساره التدريبي مازال متواصل، وكانت آخر تجربة هي أمام فريق رجاء بني ملال اللي انسحب منه مؤخرا بسبب ظروف داخلية في الفريق الملالي، وشار أن هذه الظروف هي سبب ابتعاده على فريقه السابق الرجاء الرياضي. وقال بالحرف كاينة أمور لا مجال الحديث عليها، فملي كتغادر باب خاصك تستمر وأنا بطبيعي ما كنتحملش المشاكل. وإنها نزير حديثه بالقول الآن ما كنعرف حتى شخص في الرجاء،
انا ملي كنهي مهمتي فشي مكان او شي فريق كنغادرو بصفه نهائيه، وحتى ملعب الوزيس ما بقيتش كنمشي ليه. لأول مرة الأندلسي رئيسا له في الرجاء في رحلته الإفريقية، وفي التفاصيل قرر رشيد الأندلسي رئيس فريق الرجاء الرياضي مرافقة بعثة الفريق لتنزانيا لمواجهة فريق نامونغو برسم الجولة الخامسة من دور مجموعة كأس الكاف. ورتا الأندلسي ترأس بعثة الفريق الأخضر لتنزانيا رغم أن المباراة ما كتكتسيش أي أهمية بعد تأهل الوصول لربع نهائي الكاف رسميا عقب تحقيقه من 4 انتصارات متتالية في دور المجموعات. أخيرا كان ضد بيراميدز مصر بثلاثية نظيفة، وكان الرجاء كيكلف عبد السلام حانات الرئيس السابق للفريق ومصطفى دحنان بترأس بعثة النادي في الرحلة الإفريقية بالأسبوع الكاف، قبل ما يقرر رشيد الأندلسي مرافقة اللاعبين في رحلتهم لتنزانيا لأول مرة منذ تقلده لمهام الرئاسة بالرجاء. أولترا إيجلز توزعوا مجموعة من المساعدات الرمضانية على الأسر المحتاجة، وفي التفاصيل تلقات أولترا إيجلز المساندة لفريق الرجاء الرياضي حملة تضامنية جديدة بتوزيع المواد الغذائية على العديد من الأسر المؤوزة تزامنا مع حلول شهر رمضان. وصدر الفصيل الرجوي بلاغ ليه على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك جاء فيه تكريس لمبادئ التضامن والتآزر بين أفراد المجتمع. قامت أولترا إيجلز بتوزيع مجموعة من المساعدات الرمضانية على مختلف الفئات والأجناس، وباعتبار هذه القيم نابعة من النيات الحسنة والأعمال الصالحة فإن المجموعة تتشارك روح الإنسانية مع الشعب وتزكي مبدأ الكل للواحد والواحد للكل. هذه الأعمال وإن كانت بسيطة إلا أنها تضفي ابتسامة فرح بين غمائم الكرب الذي تعيشه شرائح واسعة داخل المجتمع، خصوصا في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم والتي تتطلب تكافلا أكبر بين الجميع ولو بأقل مجهودات. كان هذا آخر خبر رجوي في عدد اليوم جورنال فيه، في أمان الله ونتلقى في أخبار رجوي جديدة إن شاء الله. إلا بان لكم العمل ديالنا كيستاهل تشجيع، ما تنساوش الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو وتخليو شي تعليق فيه آرائكم وتشجيعاتكم وحتى انتقاداتكم البناءة.